جنو توكس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعي جنوتوكس. يعد الحفاظ على خصوصية المستخدمين على شبكة الإنترنت واحدة من التحديات التي تواجه التقنيين والمستخدمين على حد سواء، حيث ظهرت العديد من التطبيقات والبرامج التي تحاول تقديم مجموعة من الخدمات والتي من شأنها الحفاظ على خصوصية المستخدم ولو جزئيا. اليوم سنتطرق إلى تقنية تقوم بإزالة البيانات الوصفية المضمنة في الملفات مثل الصور والفيديو وحتى المستندات، والتي تسمى إكسيف، وهي تتضمن مجموعة من المعلومات الوصفية والبيانات الحساسة. سنتعرف عليها ضمن هذه الحلقة إن شاء الله. ستتساءلون عن مدى حساسية البيانات الوصفية في الصور أو مقاطع الفيديو مثلاً. البيانات الوصفية التي تتضمنها الصور أو مقاطع الفيديو منها ما هو عادي ولا يشكل أي انتهاك للخصوصية، مثل تضمين حجم الصورة أو أبعادها أو دقتها. لكن هناك معلومات حساسة قد تتضمنها البيانات الوصفية للصورة، مثل الموقع الجغرافي إن أعطيت الصلاحية لبرنامج التصوير في تحديد موقعك. كما تتضمن الصورة معلومات عن جهازك مثل النوع والطراز، بالإضافة إلى تاريخ ووقت التقاط الصورة، وتتعدى ذلك إلى حد تضمين عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط أو ما يسمى اختصارا عنوان الماك. في كثير من الأحيان تتفاجأ بتحديد الموقع الجغرافي الذي التقطت فيه الصورة عند وضعك لها على الفيسبوك مثلا، وتقول كيف عرفوا المكان رغم أنه لا توجد أي معلومات في المنشور تمكنهم من ذلك، وحتى مكان وضع المنشور مختلف عن مكان التقاط الصورة، وحتى الصورة نفسها لا تحمل أي معالم تمكنهم من تحديد مكانها. نعم، عرفوا مكان التقاط الصورة اعتمادا على البيانات الوصفية المضمنة في الصورة. إذا ولحماية خصوصيتك بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي أو على ملفات التي يتم مشاركتها مع أطراف خارجية، ولحماية معلوماتك الحساسة، سنحتاج لبرنامج يقوم بمسح تلك المعلومات الوصفية من ملفات مثل الصور ومقاطع الفيديو وحتى المستندات. إذا سنتعرف على برنامجين لهما نفس الدور، واحد على الهاتف والثاني على الحاسوب. سنتعرف بداية على نسخة الهاتف. اسم البرنامج Scribbled Exif، يمكن تحميله من خلال متجر F-Droid أو من خلال Google Play. البرنامج حر تحت رخصة GNU العمومية. بعد تثبيت البرنامج، كل ما عليك فعله عندما تريد مشاركة أو إرسال صورة أو مقطع فيديو، وبعد اختيارك له واختيار أيقونة المشاركة، ستظهر لك مجموعة من البرامج من بينها برنامج Scribbled Exif. ستقوم بالنقر عليه مباشرة، ستظهر لك قائمة المشاركة مرة أخرى، وهذا يعني أن البرنامج قام بمحو كل البيانات الوصفية على ذلك الملف، وهو جاهز الآن للإرسال أو المشاركة في المنصة التي تريد بكل أمان. ننتقل الآن إلى البرنامج الثاني والذي يعمل على الحاسوب، ويدعى Exif Cleaner. ومن خلال الموقع الرسمي للبرنامج يمكننا تحميل النسخة الخاصة بالنظام لدينا، فهو متوفر لنظام GNU لينكس وماك وويندوز. أنا سأحمل النسخة المحمولة الخاصة بنظام GNU لينكس App Image. بعد انتهاء التحميل سأعطي البرنامج صلاحية التنفيذ، والآن يمكن تشغيله بمجرد النقر عليه نقرتين. بعد فتح البرنامج بواجهته البسيطة جدا، كل ما علينا هنا هو سحب الصورة المراد تنظيفها أو الملف أيا كان، وإزالة البيانات الوصفية من عليها. وقبل ذلك سنلقي نظرة على البيانات الوصفية لهذه الصورة على سبيل المثال قبل سحبها إلى البرنامج. وكما تشاهدون فهي تحتوي العديد من المعلومات والمعطيات كما ذكرنا سابقا. بعد سحب الصورة يتم تنظيفها مباشرة من البيانات الوصفية، ويستعرض لنا البرنامج المعلومات التي تم إزالتها من خلال خاصية قبل وبعد. إذا فهذه التقنية مفيدة جدا في الحفاظ على بعض الخصوصية عند مشاركة الصورة أو المقاطع الفيديو الخاصة بنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من المشاركة أو إرسالها عبر مختلف منصات التواصل.
أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة لكم. شكرا على متابعتكم ودعمكم، وإلى اللقاء.